هذه المرحلة تعتبر من أخطر المراحل في وجه الكيان الصهيوني اللقيط والإدارة الأمريكية. هناك أسلحة يعني نوعية، أسلحة متطورة يعني جدا لم تدخل بالخدمة، سيتم تجريبها في خلال هذا المرحلة التصعيدية مع الكيان الصهيوني اللقيط ومع الشيطان الأكبر المتمثل بالإدارة الأمريكية. طبعا اليمن هو يمتلك مخزون استراتيجي من الصواريخ البلاستية، من صواريخ الطرد الصوتية التي لا تمتلكها أي دولة في الشرق الأوسط. كذلك اليمن يمتلك قوة ردع، الآن أصبح اليمن مصنع عسكريا، مصنع للطيارة المسيرة، تطور من منظومته الصاروخية. العدوان الذي شن على اليمن خلال 9 سنوات وتم استهداف كل شبر من أراضي اليمن، وتم تجريب كل ما انتجتها الشركات البريطانية والأمريكية من سلاح فتاك ومحرم دوليا، تم تجريبه في اليمن.